السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي ما عودناكم دائما بالمواضيع الجديدة والحصرية على قناة التميز، واليوم إن شاء الله رح أفرجيكم كيف ممكن تلعب لعبة سيارات ثلاثية الأبعاد بمجسم كامل من خلال كاميرا الموبايل، مثل الموضوع اللي طرحناه مسبقا. طبعا رح تقدر تتحكم في السيارة زي ما تشايف قدامك، سيارة مجسم ثلاثي الأبعاد بالكامل، وتلعب فيها في أي مكان بدك إياه، سواء في البيت أو في الحديقة أو في الشارع أو وين ما بدك. خلينا أفرجيك طريقة تشغيل هذه اللعبة عندك على الموبايل. طيب إخواني، خلينا أفرجيكم طريقة تشغيل هذه اللعبة عندنا على الموبايل. طبعا في البداية بنحتاج نحمل من متجر جوجل بلاي لعبة اسمها AR ريموت كار. طبعا راح أضيف لكم رابط هذه اللعبة داخل موقعنا، والرابط موجود معك في الوصف الخاص بالفيديو. طيب إخواني، بعد ما تثبت اللعبة عندك على الموبايل راح تشغل اللعبة، راح تجيك هذه الشاشة، بتستنى شوي حتى تشتغل معك اللعبة. طبعا بعد ما تشتغل معك اللعبة راح يعطيك يعني مربع فاضي على شكل جهاز أندرويد. والآن راح أعطيك طريقتين علشان تقدر تشغل هذه اللعبة. الأولى باستخدام هذه الصورة اللي هي عبارة عن صورة حصى أو صورة حجارة صغيرة زي ما أنت شايف. طبعا بإمكانك تطبعها على ورقة خارجية. في حال ما كان في عندك برينتر أو طابعة بإمكانك تستعين في موبايل ثاني، تضيف الصورة على الموبايل وتستخدمها بدل هذه الصورة زي ما أنت شايف. يعني اما بتضيف الصورة داخل موبايل ثاني او انك بتطبعها على ورقة. بعد هيك بتضغط على خيار التصوير اللي موجود اسفل جهاز الاندرويد، راح يعطيك مباشرة مجسم ثلاثي الابعاد للسيارة زي ما انت شايف. بامكانك تستخدم هذا المجسم وتلعب فيه لعبة السيارات وتتحكم فيها زي ما انت شايف. وبعد هيك بتقدر تلعب هذه اللعبة على الارض او على الطاولة او في اي مكان انت بدك اياه. بصراحة اللعبة كثير حلوة، وبنصح الكل انه يجربها وينزلها عنده على الموبايل. بالمناسبة راح أضيف لكم كمان رابط هذه الصورة الخاصة في اللعبة داخل موقعنا كمان، والرابط راح تلاقيه موجود معك في الوصف الخاص بالفيديو. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، انتظرونا إن شاء الله في الشروحات القادمة. في أمان الله.